هذا وقد تسابقت التغطيات الإعلامية من داخل وخارج مملكة البحرين لرصد هذه البطولة الرياضية التي جاءت بصيغة أو بصبغة إنسانية وبصورة اجتماعية جمعت 1100 شاب وشابة من مختلف فئات المجتمع. مشوار طويل مفعم بالجهد والمثابرة، شهور حملت في جعبتها حروف التألق والإثارة التي كانت العنوان الأبرز لدور خالد بن حمد للصالات الذي احتضن أكثر من 1000 شاب وشابة في هذا المكان، وبتنظيم انبرت له وزارة شؤون الشباب والرياضة. بيكون عندنا مخرجات دائما جديدة، خاصة هذه البطولة بنسختها الخامسة، فإحنا نتوقع أن سنة عن سنة يكون هناك مخرجات أكثر وأكثر، وإن شاء الله يكون تدعم الحركة الرياضية في مملكة البحرين. لما شفنا أن أخواننا من أصحاب الاحتياجات الخاصة اعكسوا ما لديهم من قدرة وتحدي وإصرار، أصبحوا في نموذج لأمثالهم وللأخوة كلهم، حتى الأخوة اللي ليس لديهم إعاقة. مشاركة الفتيات أيضا أعطت زخم لأن كانت المنافسة كبيرة، واليوم شفت الفاينل، الحضور الجماهيري اللي وقف مع الفتيات، طبعا هذه راح ينعكس على رياضة الفتاة في الأيام القادمة. مميز من كل ناحية ومن كل شيء، من ترتيب ومن الفرق اللي مشاركه، خاصة من ذوي الإعاقة، على أساس أنهم جزء من المجتمع اللي إحنا ما نستغني عنه، والحمد لله فيهم أبطال وفيهم يعني العزيمة والإصرار. ثلاثة نهائيات لعبت وسط زخم جماهيري وإعلامي، لاعبون شمروا سواعدهم فتكشفت ملامح الندية والتحدي لكسب رهان هذه البطولة. قدرنا ناخذ البطولة، ردينا على المشككين في مستوانا. طبعا بطولة يعني تثلج الصدر، تعودنا عليها كل سنة، يمكن في سنوات بحكم الظروف ما قدرنا نشارك، وبالعكس نتشرف ان نكون جزء من المهرجان الرياضي الكبير وبحضور هالناس كلها. هاي البطولة ما في احد خاسر، هاي البطولة لنا باسم ابو فيصل، هاي شرف لنا عود ان احنا نشارك فيها، والحمد لله ما في احد خاسر، كلنا فايزين. كلمة شكر صراحة حق الشيخ خالد بن حمد، ما قصر يعطي العافية على هالبطولة الجميلة، وان شاء الله تستمر. الصراحة لساني يعجز عن التعبير، حققنا المهم وان شاء الله فوزنا البطولات الجاية. وتحت سقف هذه الصالة لم يكن الشباب وحدهم منخرطين في هذه الفعالية، آباء وأمهات شاركوا أبنائهم في هذا المحفل الرياضي. فكرة زينة، وأنا واحد كولي أمر أشجع عليها يعني، وأتمنى أنها تواصل كل سنة، لأن تعرف شباب عندهم طاقات يبون يطلعون طاقاتهم، فالاتصالات هذه والتجمعات هاي شوية تطور من مهاراتهم وتطور مهاراتهم، وإن شاء الله ندوم يعني. تجمع وطني يعني أنا أعتبره يلم كل فئات المجتمع البحريني بكل طوائفه، بكل يعني فئة المرأة والشباب والاحتياجات الخاصة، وذي شيء طيب. أتمنى أنها تكون عادة وتستمر وتتطور للأفضل وللأحسن. رياضة نادت كل عاشقيها، فتوافد محبوها وتابعوا ختام هذا الدوري الذي لم يخلو من المفاجآت والجوائز. أسدل الستار وبين أروقته عزف لحن الختام، أيام شهدت مشاعر متناثرة تزخرفت بالحماس والمتعة وتلونت ببهجة التلاقي، مكان لم يعهد أي خاسر فيه، فقد ظفر الجميع بهذا التجمع الشبابي الكبير الذي شاركت خلاله نخبة من مختلف الفئات المجتمعية والتي هتفت بصوت واحد: شكراً بوفيصل. لتلفزيون البحرين، صالح يوسف.